السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل اونر 30 العادي، وقلنا في الحلقة اللي الجاية هنتكلم عن اونر 30 برو بلس، والنسخة ديت هي اعلى نسخة في سلسلة اونر 30، بس للأسف في احتمال كبير ان هي ما تنزلش الوطن العربي. بس مش معنى كده انك مش هتعرف تجيبه، انت ممكن تعمله شحن دولي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تيك نيوز. لو حابين تعرفوا المواصفات الكاملة لموبايل اونر 30 برو بلس كمل الفيديو. بس قبل ما نبدأ اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك. يلا بينا نبدأ. وأول حاجة هنبدأ بيها هيكل الموبايل. الموبايل هيجي بطول 160 مليمتر، وعرض 73 مليمتر، وسمك 8.5 مليمتر، وبوزن 190 جرام. وظهر الموبايل هيجي مصنوع من الإزاز مع فريم من الألمونيوم، وبيجي بمعمارية IP54 ومقاوم لطرطشة الماء والغبار البسيط، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع دعم شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس. وللأسف استغنى عن مدخل السماعات التقليدي 3.5، والصوت هنا بيجي ستيريو سبيكر. ومن حيث الشاشة، الشاشة تيجي من نوع OLED منحنية من الأطراف بمساحة 6.6 بوصة بدقة 2340x1080 بكسل، بأبعاد 19.5x9 بكثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة، وبتيجي التردد 90 هرتز، ومعدل استجابة اللمس 180 هرتز، والبصمة هنا تيجي تحت الشاشة. ومن حيث نظام التشغيل والأداء، الموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ماجيك UI 3.1 مع معالج كيرن 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر بلس، ثماني النواة بتردد يصل ل 2.8 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي G76. ومن حيث الرام والذاكرة، الموبايل هيجي بنسختين، النسخة الأولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام. ومن حيث بطاقة التخزين الخارجية هيكون في منه نسختين، النسخة الأولى مش هتدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية، والنسخة الثانية هتدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية تصل ل 256 جيجا، بس هتضطر تستغنى عن شريحة من شريحتين اتصال. ومن حيث كاميرات الموبايل، الموبايل هيجي بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 3.4، وهي كاميرا طول الفوتو 5X Optical Zoom، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ألترا وايد مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل وهي كاميرا سنسور للعمق وعزل الخلفية، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والHDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 طرف الثانية، وبدقة Full HD بسرعة 1920 طرف الثانية. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية هتيجي مزدوجة في ثقب أعلى يسار الشاشة، الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ألترا وايد وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف الثانية. وبالنسبة للبطارية، البطارية تيجي بساعة 4000 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط مع شاحن من نوع تايب سي، وبتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 27 واط. وأخيرا السعر، سعر النسخة الأولى اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام في حدود $700، يعني حوالي 11000 جنيه مصري،
وسعر النسخة التانية اللي هي 256 جيجا مع 12 جيجا رام في حدود $780، يعني حوالي 12,300 جنيه مصريين، وهتلاقوا السعر ببقية العملات العربية في وصف الفيديو. كده انا خلصت كل حاجة عن موبايل اونر 30 برو بلس، وبنتمنى ان هو ينزل الوطن العربي. بس في النهاية اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك. والسلام عليكم.